السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مع بعض برنامج مايكروسوفت ايزيو. ده برنامج متخصص في عمل العلاقات بين العناصر. ممكن مثلا عندك تنظيم للشغل، فعايز تقول مثلا ان احنا هنبدأ بالعملية الفلانية وبعد كده العملية الفلانية وبعد كده لما هناخد القرار الاولاني او ناخد القرار التاني. فمفيد جدا حتى في شغل البيم وشغل الرابط، ننظم الشغل بتاعنا من خلاله. لو جيت هنا تلاقي ان انت ممكن تعمل شبكة مثلا نتورك بالشكل دوت، أشكال جاهزة. ممكن تعمل فلوت شارت، ممكن تعمل حاجات خاصة بالسوفت وير، كل دي أشكال جاهزة تقدر تستخدمها. ممكن تقول له بيزك دايجرام، تمام. ممكن تقول له أنا عايز أبدأ بلانك دروينج، هقول له أنا عايز أستخدم بلانك دروينج، أنا هستخدم المتريك يونت. دي ساحة العمل اللي إحنا بنشتغل فيها بالشكل دوت. وممكن تيجي هنا تقول له بقى انا عايز ابدا احط ريكتانجل اليبس لاين الاشكال ديت. ممكن اقول له انا عايز اشكال زي ما انت شايف. ممكن تقول له مثلا عايز تفرط لو انت حاجات اخترتها قبل كده، اورجنايزيشن مايت شيب، يبدا يجيب لك الاشكال اللي انت عاملها قبل كده. ممكن تقول له انا عايز حاجات في بيزنس، خاصه بيزنس برينج مثلا، برين ستورم، إذا جاب لك حاجات خاصة بالعصر الذهني، حاجات خاصة بالهندسة، فلوت شارت بالشكل دوت. زي ما انت شايف هي فيها مجموعة كبيرة جدا من العناصر دي. البيزك شيب اللي انت بتستخدمها، البلوكس، البلوك رايس، البلوكس، كل دول بيظهر عندك انك تقدر تختار منهم. طيب خلينا نقول له مثلا احنا عايزين الفيزيك شيب بالشكل دوت. طيب اقول له مثلا عايز الريكتانجل اهوت بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز مثلا سكوير بالشكل دوت، وتقدر تقول له انا عايز كونكتور من ده لده، بيعمل لك ربط بينهم. وتقدر تقول له انا عايز مثلا الشكل دوت، يبقى هنا هو اوتوماتيك بيعمل الاين ليهم. تقول له انا عايز اعمل كونكتور مثلا من هنا بالشكل دوت للخط دوت. تقدر تعمل علاقات بين العناصر زي ما تشوف.